اموت ولا اتحرق ولا اروح في 60 داهيه. انت مال اهلك؟ قال سجاير. قال هو ده اللي كان ناقص، حرمه زي دي هتتحكم في المزاج والنفس كمان. الله اكبر الله اكبر، هو ده الكلام اللي يفتح النفس، مش فرده البلغه اللي مرميه جوه دي. اموري يا هانم. مساء الخير. مساء الهنا والسعاده. انت البواب؟ ايوه انا البواب، خدامك سعد. هو انا شيرين. عاشت الاسامي يا ست شيرين. بقول لك، ما عندكش مفروش في العماره دي ولا ايه؟ يا سلام يا خساره، عندي 5 شقق بس ساكنين والمده طويله كمان، لو كنت بدرت شويه بس. لا يا سعد، انت كده ما فهمتنيش. انا اقصد ما عندكش حد ساكن سياحي خليجي عزوبيه كده ومحتاج فرفشه حاجه كده يعني. وصلت يا شيري. عموما يعني الطلب بتاعك ده يا قمر انت مش موجود دلوقتي. يا سلام لو كنت طلت عليا من اسبوع واحد بس، وانت عملت معاكي واجب جامد قوي. الله يرحمك يا استاذ فؤاد. ايه بقى جو الاموات ده؟ ما تقلقنيش. بعد الشر عليك يا جميل انت. عموما يعني خدي سيبي لي نمرتك، واول ما الطلب هيبقى جاهز هتصل بيكي هوي. اوكي باي. باي. حياك الله. حياك الله يا حبيبي. ها يا سامي، ايه الاخبار؟ ها ها، طيب كويس قوي. طيب بص يا سامي، خلي شاهين يصحصح معاك وكده ويركز على الاخر، لازم ننفذ في الوقت اللي اتفقنا عليه. ماشي، يلا مع السلامه. ها ايه الاخبار؟ ركب معاهم. الله اكبر. جاهز يا مولانا؟ جاهز يا دكتور، سيبها لله. ربنا يستر. تعرف يا سليمان، فريد كمارة ده طلع اختراع، يخرب بيت مخك، ايه الدماغ دي؟ هذا ما يصير. كيف تقول شقة فخمة، شقة عظيمة، وما فيها جاكوزي، ولا أمريكانا مطبخ، مطبخ أمريكاني. ايش هذا الفطير حقي؟ ايش هذا؟ مش مهم الحاجات اللي بتقول عليها دي يا حاج عبد الله، ما انت عارف طلب الشيخ بنفسك، المهم تكون الشقه واسعه وعاليه وخلاص على كده، هو الحكايه. لا تعارضني ولا تجادلني يا اخي سمير، هذه الشقه الحقيره لا تليق بالشيخ ومقامه. ها ليه بس كده يا حاج عبد الله؟ طب وكتاب الله المجيد، انت لو لفيت المهندسين كلاتي ما هتلاقي شقه بالعظمه دي ولا بالسعر اللي هقول لك عليه دلوقتي. ما تتكلم يا اخي سمير، ده انت ابن البلد وعارف. ده كفايه بس البراندة اللي موجود يا مطلطها عدم المؤاخذه، ده طله واحده بس منه تشوف الجيزه كلها. لا وايه؟ الاسانسير ما بيعطلش ولا جار اي كلام عدم المؤاخذه. بقول لك ايه يا باشمهندس، هو الشيخ اللي جاي دلوقتي ان شاء الله خدنا فلوس قبل كده في مصر، عشان يعني لو كان. بقول لك ايه يا عم سعد، ما تجيبش سيره الشيخ على لسانك. بقول لك ايه، ابوس ايدك ما تحرقناش واحنا واقفين هنا. يحرقكم ده ايه؟ ايش تقول يا سعد؟ لا ما فيش حاجه يا حاج عبد الله، احنا كنا بنتكلم في الفلوس. فلوس ايه يا اخي؟ فلوس ايه؟ هذه اشياء بلا قيمه، ما راقب هذه الساعه وهذه العبره. ازاي بس يا حاج عبد الله؟ ما انت عارف طلب الشيخ بنفسك، ما تزيدش الشقه عن 5000 جنيه. ايه اللي بتقوله ده يا باشمهندس؟ ده كلام بعيد قوي 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 قوي، انا ما اقدرش اسكن الشقه دي باقل من 9 بواكي. ما يخالف. اكتب له عقد 3000 واعطيه ما يريد. بس يا سعد، الشيخ لا يعرف شيء عن اي شيء. يا شيخ عبد الله، ما اقدرش يا شيخ عبد الله، وانا اتجننت عشان اكذب على الشيخ من دور بنفسي؟ جرى ايه يا باشمهندس؟ جرى ايه؟ لا اله الا الله، ده رزقه متيسر، والكلام بناتنا احنا لوحدينا، ربنا ما يجعلك من قطعين الارزاق. طب وكتاب الله المجيد، انا عامل معاكم واجب كبير قوي في الموضوع ده. ما اقدرش يا اخوانا، ما اقدرش، انتوا كده هتودوني في داهيه. جرى ايه يا عم الحاج، ما تعرضهاش قوي كده. لا عرضها ولا طولها يا عم سعد. بص،
انت شوف لنا شقه في حدود ال 5000 جنيه وما يزيدوش مليم. يا نهار اسود ده الشيخ. ايه ايش؟ استر يا رب. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خبيني خبوني خبوني. شش محدش يفتح في امه، ما تودونوش في داهيه. ايوه يا مولانا، يعني احنا لقينا شقه كده. ايه عايز تكلم الشيخ عبد الله؟ هو بس يعني حاضر 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 حاضر. شفتم؟ مش قلت لكم هتودوني في داهيه؟ اهو طلب مني ان افتح زفت الميكروفون دي وهنبقى على الهوا. ايوه مولانا، انا واقف في وسطيهم اهو فتحت الميكروفون. انت فاهم لما تنزلني في شقه على حسابك يقوم ده يديك الحق تكذب عليا يا عبد الله؟ لا لا والله يا شيخ سامحني، انا كنت ابغي. ما تبررش يا عبد الله، الكذب بالذات ما فيهوش اعذار. انا لا طلبت منك جاكوزي وانا ربك مش عارف ايه، انا قلت مكان عالي وبس. وفلوسك اللي انت بتتمنظر بها دي لو فكرت فيها يوم واحد، يوم واحد بقدرة المولى اعمل زيها 10 مرات. اعلم يا شيخ اعلم اعلم والله. طب اللي واقف قدامك سمسار وله عذره، واخد على كده وطول عمره بيوكل مراته وولاده الثلاثة بالكذب والخداع، لكن انت عذرك ايه يا سعد؟ نعم يا مولانا، تحت امرك. غر اللومة اللي بتجي من الفهلوة وغش الناس يا ابني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تقولها دلوقتي طول ولا انك تقولها في جهنم جمرة نار؟ مظبوط، وقدام الله المجيد مظبوط يا مولاني. انت خدت مراتك من اشرب بيت في عرب الرمل ومركز وسنا كله، ما تصرفش عليها قرش حرام. وجب عليك تحافظ على اللي خدته وتسلمه لربك طاهر ونضيف. لا اله الا الله لا اله الا الله، انا كنت عايز يا مولاني. خلاص يا سعد ما تقولش حال، ال 9000 اللي انت طلبتهم انا هديك عليهم 1000 جنيه زياده وبره العقد كمان، بس تعاهدني الاول. انا مش عايز فلوس، وكتاب الله المجيد انا عايز فلوس، انا كل اللي عايزه يا مولاني. انا عارف اللي انت عايزه يا سعد، بس الاول تعهدني ان كلمه كتاب الله دي ما تجيش على لسانك تاني ابدا الا في الحق والحلال. مش كل ما بتتزني في مصلحه خايبه تحلب بيه. حاضر يا مولاني، وكتاب الله المجيد ما هتحصل تاني. يعني نقول مبروك يا شيخ وموافق على هذه الشقه؟ مش انا اللي اقول اذا كنت موافق ولا لا يا عبد الله، لو جه الاذن هيحصل التيسير. اللي حافظ منكم ياسين يقراها في سره مرتين، واللي مش حافظ يردد مع سمير الورد اللي هيقوله لحد ما تظهر الاشاره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقران الحكيم، انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. لا اله الا هو القوي الجبار المتكبر. لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر. صح قوي يا عكاشة، مية مية. يلا بقى عشان تلحق وقتك. ما تقلقش يا دكتور، ده صنف خفيف وهيجي بسرعة إن شاء الله. عكاشة. أيوة. التليفون. معلش معلش. يلا حاضر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. والنبي يا شيخ سامي أنا مش حامل الحاجات دي. والنبي يا حاج عبد الله حد ينزل العربية لحد هنا. لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر. لا إله إلا هو الجوي الجبار. القوي الجبار المتكبر. لا إله إلا القوي الجبار المتكبر. القوي الجبار المتكبر. ايه بقى؟ ايه مقفول برضه؟ المشكلة لازم اوصل له دلوقتي، ما ينفعش استنى للصبح. يمكن عنده تحقيق ولا حاجة، هما مش برضه عندهم نبطشات مسائية والكلام ده؟ بس لقيته، هو ده اللي هيوصلنا مفيش غيره. هو مين؟ عماد بيه. ايش فيك يا سعد؟ ليش ما بتفتح؟
انت مش قلت ان صاحب الشقه الحقيره هذه جاي علشان صاحب الشقه بورسعيد وقدامه ساعتين على الاقل على بال ما بيجي؟ وبعدين هو لو هو يعني هيدق الجرس ليه؟ ما هو معاه المفتاح. روح روح يا سعد شوف مين. روح. مين؟ افتح يا سعد. مولانا مولانا لا اله الا الله. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو سمحت بعد إذنك. نعم. عماد ليه موجود في مكتبه؟ أنت مالك يا كلا؟ أنت هتستعبط؟ والله هتستعبط ولا حاجة يا باشا، أنا غير وجهة نظري. أنت ترد على قد سؤالي بس. حاضر سعادتك. تمام صحيح. ماشي ماشي. كمل مع الواد ده في مكتبك يا شباب لحد ما اشوف الضيف اللي بره. تمام يا باشا. خد يا ابن الواد ده على مكتبه وانا جاي وراك. امرك يا باشا. الشبشب على خلاص. خليه يتفضل. اهلا يا دكتور سليمان، ازاي الصحه؟ عماد بيه زي حضرتك؟ الحمد لله. تشربي بقى؟ لا ولا حاجه، متشكر جدا الحقيقه. كنت قصدك في خدمه صغيره كده. اتفضل يا دكتور اتفضل. طبعا لو في ده مش هتاخر. متشكر جدا. والله انا بدور على طارق بيه الشاذلي من الصبح وموبايله مقفول طول اليوم، وانا الحقيقه كنت نسيت ان انا اخد منه رقم التليفون بتاع البيت، فقلت اكيد حضرتك اكتر واحد ممكن تساعدني ان انا اوصل له بسرعه. انا عاوز ابلغه ان طارق بيه ملوش علاقه باي حاجه حصلت. القرار جاي من مكتب النائب العام. قرار ايه يا عماد بيه اللي جاي من مكتب النائب العام؟ الله، وحضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ ما عايز تتكلم مع النيابه في ايه؟ لا الحقيقه انا كنت عاوز طارق بيه الشاذلي علشان ابلغه ان انا توصلت الخطه ذكيه جدا. خطه ايه يا دكتور؟ دكتور النيابه اصدرت قرار بضبط واحضار بنت حضرتك، ومليون في الميه هتحبسها 4 ايام. بتقول ايه يا عماد بيه؟ يعني حاج قبضت عليها فعلا؟ مش انا اللي اتكلفت بالمهمه دي، رئيس اداره البحث الجنائي اتكلف بيها رائد من المديريه وزمانه بينفذ دلوقتي. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ازاي الكلام ده حصل؟ اذا كان طارق بيه بنفسه وعدني ان حضرتك ما قلت لحضرتك طارق بيه ملوش اي ذنب في اللي حصل. ما ذنب مين؟ مين السبب في قرار زي ده؟ مراتك يا دكتور.